طارق قول لي. نقص الخبز دونك هذا المشكل للبحر فيه انواع الكل اللي لازم تختار كيف ما تحب وكيف تشكل كيف ما تحب مع السلطه بشويه السلطه الخضراء الفريت والتن هذا اللي بطريقه كانه الشاورما بالنسبه لخونا تشيكو. شتو البلا اللي شفناه كل الجو والتشكيلة جميلة. هنا دخلنا بحذا اللي شكل فيها المشكل. مرحبا مرحبا زارتنا البركة سي مهدي. خلنا نبدو بالشربة. شربة شربة الحوت بتاعنا صايبة بالكريفات. يلا كريفات جملة. اي اي خونا تشيكو ولا كيف ما يحلو له وحلو الناس تسميه دي جي تشيكو اختصاص منتوجات البحر غير البحر اجواء البحر في الحوت وما تبعه. اليوم باش نحضر معاه ماشي نخليه هو ياخو راحته في الحديث ويقول لنا شنو ماشي يقدم لنا وميم طون ديجا هو وبدا. اولا مرحبا وشكرا على الاستضافه وعلى الموافقه ان نصوروا معاك. مرحبا بك في مهدي دارك تشوفني اوبن سبيس الكوجينه اوبن تدخل كيما تحب تشوف اللي تحب باهي الحمد لله يا ربي. ان شاء الله عامكم مبروك الناس الكل ومرحبا بكم بحياتك. باهي شنو اللي مش تحضر لنا وشنو اللي قاعد تحضر فيه بالاخص؟ تو باش نحضر تشكيله كلها بريسك ترويج مير والحاجات اللي الفيونات ما يعرفوهاش كيما مش ما يعرفوهاش اما مستانسين بها بواسون اخر مثلا النازلي العباد الكل مستانسه بيه اللي هو باني اللي هو هذا. اي ما شاء الله شوفوا كعب النازلي. اي سبيسيالمون عظم نتاع النازلي. عظم نتاع النازلي. وعندنا كي تشوفوا في الجرياد اي فرتي اللي هي هذايا مطل الكبير اللي برشا عباد زاد ما يعرفوهاش واكثر حاجه مطلوبه عندي فتشوفها من بعد كيفاش. حاجه بنينه بنينه على الاخر. عندنا قرنيت كيف مشوي عن الكلمات. كيف قرنيت كيف شوي هكا؟ القرنيت فما زوج طرق وقت اللي نجيبوه مكسكس نوريك مهدي في الفترينه بحذايا. نوريك اللي هو كيفاش مكسكس وكي جينا مش مكسكس شنو نعملوا. برا نكملوا التشكيله نتاعنا ومن بعد نتعداوا للفترينه اخرى. بالنسبه للتشكيله هذايا عندنا في ثريا نزلي عندنا برشات هذيك التربيت مقشره حاضره. عندنا الكلمار عندنا كعبيت تربيت كعف عندنا الطن وعندنا القرنيت بتباع مع الجرنيتير نتاعهم اللي هما شربه وسلطه وكل شيء. التفويح التفويح ما نجمش نقول لك عاد هذاك سر المهنه. سر المهنه هذاك السبيسياليتي نتاعنا احنا. سبيسياليتي اللي هما باش يذوقوا حاجه عمرهم ما ذاقوها في حتى بلاصه خاطر خلطه سحريه عملها انا معناتها امبوسيبل تذوقها في حتى بلاصه اخرى. جست يا مالي حبيت نقول لك على اللفاح. صحيح اللفاح نتاعي سبيسيال اما فما عباد راهي ما تحبش اللفاح فهمت. ديما نقول لهم يكلمونا قبل كل شيء نعملوا لهم اللفاح اللي يحبوا عليهم هما. فما حتى ديك اليوم ما يحبوش جمله فيها يحبوها كيما هي تتحط ديريكت على الجرياد يعني ما عنديش حتى مشكل. جست هما يعلمونا اما راهو اللفاح نتاعنا لفاح سبيسيال خلطه كيما هي. يلا نشوفوا الفيترينا. يلا مرحبا بك. نعم كيما تشوف هذايا فيترينتنا الكل ما شاء الله عامره الحمد لله يا ربي. كل نهار وقسمه وكل نهار وعندنا انواع نتاع حوت كل مره وكيفاش. نرجعوا لحكايه القرنيت. باهي القرنيت بالنسبه للكعبه هذايا كي يجينا القرنيت احنا ماهوش مكسكس. باهي خلينا نمشيو للمكسكس باش نرجعوا لهذايا خير. هذاك مش مكسكس هات المكسكس. هذايا تسمى قرنيت مكسكس مخبط كيما تشوفوا يابس. شو كي تعمل له هكا باليدين بركه ديجا يتحل يعني هذايا في اللون تاعنا. لا باش نفسر هذايا ديريكت نطيبوه معناتها على نار قويه الجرياد يهبط زبده فهمت. بالنسبه كي يجينا قرنيت ماهوش مكسكس معناتها بالماء وكل شيء نخبطوه شويه بعد نصبطوه في الماء نحطوا ماء يغلي بالكدا هبطوا قرنيطه 3 فوا ونطلعوا باش ما تاخذش كثير ميك وكل شيء صغار بالوقت بعد نحطوها تتصمط كي تتصمط تخرج لنا هكا هذا مصمط وات بعد هذا تشوي ديريكت. خلينا نحكيو شوي على الاثمان خاصه باهي الاثمان قبل الاثمان دخلنا حاجات جديده يا مهدي اللي ما تعرفهمش كيما مثلا صحفه المولى هذا على حاجه بنينه على الاخر على الاخر. عندنا زاد الديبلا فوسفوريك يلقاو على الباج نتاعنا اللي هو فيها خلطه تسكي فوسفوريك. وهذه شنو هي؟ وهذه البانيه زاد كريفيت بانيه وكلامار بانيه زاد حاجه بنينه فهمت.
بالنسبة للأسوام مثلا الأسوام اليوم عنا الكالامار ب7000، عنا الصومات راش فيها 200 جرام ب20 دينار، عنا الطن ب1 دينار، عنا البروشيت ب7 دينار، كعبيت الكريفيت كيما هكا ب2000، التريلي عندك منا ب2000 منا ب3000، صحفة المول ب15 دينار فيها 500 جرام، عندنا النازلي ب7000، القرميط ب25، وعندنا الدراك القاروس ب12. بالطبيعة نحكيو باركياس و باركياس وهما يركبوا كما يحبوا هما الصغار. لا ثم فرق كبير بين الصيف والشتاء بين 2022 و2023 في الأثمان نقصد. بالطبيعة أي غليت برشا برشا غليت برشا برشا سيرتو في الفوت وإحنا عندنا مشكلة في تونس إذا السوم يعلى ما عادش يهبط يبقى ديما مشكلة بلاد. كبيرة معناتها بالحق مشكلة كبيرة. يعني أنا ما نعرفش أنا بالنسبة لي أنا لهنا في الريستو بتاعي نمن اللي البركة مش في كثرة الفلوس معناتها في بركتها خير. علاش؟ خاطر نرضى روحي نبيع ونربح كيما نقولوا نحن ما نعرفش أنا لو فرضنا نربح 2000 فرنك وأنا مقتنع بهم والحمد لله يا ربي خير من اللي نربح 100,000 وأنا مانيش مقتنع نحس في روحي حتى الكليون نحيلو من جيبه فوق طاقته فهمت كيفاش؟ خاطر كيما قلت لك راهي الفلوس فايدة في بركتها مش في كثرتها. خويا تشيكو معك المشكل هذا نعود نسموهم واحدة واحدة عجل عندي بنقول اوكي ببدو نبدأ به. عندنا كعبة النازلي ما شاء الله، عندنا ثلاثة كعبات كريفيت، عندنا كعبة قرنيت هذه عظم متاع كعبة النازلي، عندنا ثلاثة كعبات تريليا، وعندنا كعبتين كالامار لهنا مقصوصين، وعندنا بروشيت، وعندنا السربرايز اللي حكيت لك عليها اللي هي الطنطة. تشوفوا كيفاش مش يخرج في البريزنتاسيون نتاعو معاه وحيدة شربة بتبيعة بالكريفيت حوت داكورتو، ومعاه اللي يحب يشيخ روحه بسليطة عروبي نتاعنا مشوية فيها زيت زيتونة وسليطة خضراء طرف الفريت، وإذا كنت تحب تشيخ روحك شوية مايونيز كيتشاب صوصا جرير صوص باربيكيو. المفاجأة مدريش مش وريها لنا تو ولا مش خليها تو تو مش غادينا المفاجأة يلا. هذا اللي كيما قلت لك أكثر حاجة خارجة عندي اللي هو الطن كيما تشوفوا حاجة كاتون مشوي اما يعطي شكل شاورما هذه سبيسياليتي باش نعملها كنانة ان شاء الله ما تخرجش من عندك ويعملوها لا لا بحول الله لا. دونك ثم فيديو شفناه قبل هي المنسف السوري اللي شفتوه ب 140 دينار تذكروا 140 دينار انا قلت حتى كيلو اللحم ما فيش. احنا موجود عندنا تو حاليا هذا مشكل كامل نتصور فوق الكيلو 200 جرام فوق ما فوق الكيلو 200 جرام مشوي، اما اذا كان مازال فري نتصور فوق الزوز كيلو. حتى شفتهم الكل هذونا اختك من المفاجاه ماهيش داخله في الطرح نبدو بس ثلاثه مشوي محسوبه محسوبه هم شو يقول لكم على الصوم خويا تشيكو قديش سومو ولا هاي 63 64 64 دينار حسب بالكالكولاتريس هذه لانه يبيع بالقطعه معناها تختار انت المشكل نتاعك شنو اللي نجم يكون فيه 64 دينار يوكل تقريبا ثلاثه من الناس. دونك احنا من بعد الفيديو هذا اون برينسيب ما عندوش كان المشكل وعنده عده اطباق سيفون الطلب نتاعكم على الباج فيسبوك. دونك نخلوكم الناس الكل تستمتعوا بالفيديوهات نتاعنا وقناتنا. نشكركم شكرا جزيلا على ثقتكم وعلى دعمكم للقناه نتاعنا. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله وما يدعو الله الا في رحمه الوالدين.